ومن زعم أن أن الوقت قد تغير وأن حكم الكتاب والسنة هذا لزمان قد مضى وأن الحال في الوقت الحاضر يقتضي أن يؤتى بحكم يناسب الوقت الحاضر كما يقولون، فهذا ردة عن دين الإسلام اللي يرى أن حكم الشريعة لا يناسب العمل به والحكم به في هذا الوقت، وإنما يؤتى بأحكام وأنظمة تناسب الوقت بزعمهم، هذا كفر بالله عز وجل، لأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة، الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، يجب أن يعتقد هذا، فإن كان لم يتبين له صلاحيتها هذا من نقصه هو ومن نقص إدراكه لا من نقص الشريعة. هناك من يقول إن تطبيق الحدود رجم الزاني وقطع يد السارق وقتل المرتد أن هذه أحكام قاسية لا تتناسب مع هذا الزمان المتطور اللي الناس تطورت عقولهم وأفكارهم، فلا يناسب أنه يطبق الحدود ولا يقام القصاص على القاتل لأن هذه وحشية. وهذه مقالات تصدر من بعض المنافقين، هذه ردة واضحة عن دين الإسلام لأنها اعتراض على حكم الله واعتقاد أن حكم الله قاصر وغير مناسب، فهذا ردة صريحة عن دين الإسلام.